السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كراشل بلديين، ساهلين في التحضير، لذاذ بزاف، رطبين، ما فيهم لا سر لا حتى شي حاجة، كيصدقوا 100%، ساهلين في التحضير. كنتمنى تعجبكم الوصفة ديالي وتتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكر كاع الناس اللي دافعوا عندي جداد، وكاع الناس اللي كيعجبهم هادشي اللي كندير وكيدعموني. شكرا لكم بزاف. كنتمنى هادشي اللي كندير يكون كيعجبكم. شكرا لكم بزاف. نبداو على بركة الله الفيديو ديالنا بالمقادير او المكونات اللي غنحتاج. عندي كيلو ديال الدقيق الابيض او الطحين، 100 غرام ديال الجنجلان شويه حمرته في المقله، كاس ديال زيت المائده، كاس ديال الحليب دافي درت فيه غندير فيه الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات باش تذوب كما شفتوا معايا، كاس ديال السكر سنيده، جوج بيضات، 4 كاس ديال المزهر، معلقه كبيره مع مراج ديال الخميره ديال الحلوه، النسكه الحره الا كانت متوفره عندك طبعا، ومعلقه صغيره ديال النافع ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه. انا غنديرهم مطحونين كما قلت لكم في الفيديو السابق، كنفضل نطحنهم باش ياكلوهم وليداتي، ما كنخليش هذوك الزرارع باينين، كنطحنهم. فغندير الطحين في القصريه اللي غنعجن فيها، ونعجنو مزيان طبعا كما كتعرفوا، ندلكو مزيان، نضيف الملحه، ضفت السكر سنيده والمسكه الحره. بالنسبه للمكونات فضروري نخليهم لكم في صندوق الوصف بالعبار طبعا. نضيف الزيت كما قلت لكم، الحليب درت فيه الخميره الفوريه باش تذوب كيكون شويه دافي، نافع وحبه حلاوه، الماء الزهر، خميره ديال الحلوه، خميره ديال الحلوه معلقه كبيره ممسوحه، جوج بيضات. وبالنسبه للنافع وحبه حلاوه فتقدري ديري الكميه اللي بغيتي، مثلا ديري معلقه كبيره عامره، ولا انا درت معلقه صغيره عامره. غنبقى نجمع العجينه ديالي مزيان، بهذا الشكل هذا دغيا الصراحه كتجمع دغيا دغيا، كتجمعيها ساهله في التحضير. وحتى بالنسبه للجنجلان الا بغيتي ديري كميه اكثر من هذه اللي درت فتقدري ديريها، كنجمعها بهذا الشكل هذا كتكون مرخيه. نضيف ليها الجنجلان 100 غرام، خليت منه شويه باش نزوق القرص في الاخر منين ندهنه. دخلت الجنجلان مزيان في العجين، كتكون هكا مرخيه كما كتشوفوا. غنغطيها بمنديل ولا بالبلاستيك غذائي لمده ساعه يخمر. طبعا هاد المرحله ما نستغناوش عليها، فضروري من نخليو القرص يخمر على جوج المرات، قرص بغيوش، اي انواع ديال العجائن اللي كي دايره بحال هكا. فنديرها في اناء او في سوبيره ديال الزاج، ندهنها بهذا الشكل هذا ونديرها، نغطيها بشي بابي فيلم ولا كما قلت لكم منديل، ونخليها تخمر ساعه ديالها. من بعد ما دازت ساعه ضاعف الحجم ديالها كيف ما شفتوا، نحاول ندقازيها بهذا الشكل هذا. المهم ساهلين كما قلت لكم، راه بصاد دغيا دغيا كيتحضروا.
بالنسبة للوقت ديال الخميرة فضروري، ولكن كتحضريهم بقراشل صادقين 100%، ما عندهم حتى شي مانع انهم ما يصدقوش لك زوينين. فناخد اللاطة اللي غندخل الفران او الاناء وندير ليه ورق الزبدة ونبقى نشكل الكروس اللي بغيت، يعني بغيتهم كبار بغيتهم صغار كيف ما بغيتهم انشكلهم. فانا درتهم على جوج الاشكال، درت شوية كبار وشوية صغار، ولكن الصراحة انا تيعجبوني ملي كيكونوا كبار، الصراحة هكا كيعجبوني، ما كيعجبونيش صغار. منين نكمل القرص اللي درت، ارجع الاولى اللي بديت بيها، هي الاولى غادي نقرصها بهذا الشكل هذا كما شفتوا، كتكون صافي اترخات وارتاحت. نكون موجدة صفر ديال بيضة فيها نسكافيه قهوة سريعة الذوبان باش كندهن القرص ديالي، كتعطي داك اللون اللي كيكون في القرص كيجي زوين، وهذاك اللون كيعجبني الصراحة. فأنا كندير نسكافيه في البيض باش كندهنو، ندهنو مزيان. هاد المرحلة قبل ما ندهن القرص فضروري كنخليه يرتاح 10 دقائق، ما نطيبوش قبل ما يرتاح، وعاد كندهنو ونزوقوا بشوية ديال الجنجلان. نخليهم يطيبوا على درجة الحرارة 180، يكون الفران سخون مزيان مزيان، فكيطيبوا بهاد الشكل هذا كما شفتوا، رطبين ساهلين في التحضير، لذاذ بزاف بزاف، الريحة رائعة. وكما قلت لكم راه ما احتاجيت لها حتى شي طريقة ولا شي سر باش يصدقوا ليا القراشل ديالي. كيجيو زوينين منسمين كما قلت لكم بالنافع وحبة حلاوة، والمسكة الحرة الا متوفرة عندك ديريها كتجي غزالة فيهم. وبالنسبة لحبة حلاوة والنافع كما قلت لكم تنطحنهم تيجيو زوينين حتى هما، كيعطيو نسمة اكثر الصراحة منين كطحنيهم. فكنكونو وصلنا لنهاية الوصفة، كنتمنى تكون عجباتكم، وكنتمنى تكونوا شفتوا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك ديالكم، شكرا لكم بزاف، وان شاء الله نشارك معكم وصفات كثيره ديال القراشل ولي بغيوش بطرق سهله وبسيطه. هنخلي لكم كما قلت لكم الوصفه في صندوق الوصف، ونخلي لكم الرابط ديالي ديال الانستغرام بالنسبه للناس اللي بغات تتبعني في الانستغرام، مرحبا بكم. كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما نطولش عليكم، شكرا لكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد. السلام عليكم.